نصبح على الناس كده ونقول لهم ازاي نشطب الشقه بتاعتنا. احنا بنتكلم على حاجات كتيره جدا، و زي ما بتقول موان وحاجات وبهيه وحاجات باسعار غاليه جدا، مع ان الناس اللي بتجي لك بتبقى يا ما بتجيش في مواعيدها، وده العمال الناس كلها بتشتكي اللي بتشطب الشقق بتاعتها ان العامل بيقول له جاي او يديله ميعاده اسبوع واسبوع وهكذا. ازاي نحط خطه ان احنا نشطب الشقه بتاعتنا بنفسنا؟ طيب خلينا نبتدي. انا دلوقتي اشتريت الشقه بتاعتي، اوكي، وعايز ابدا مراحل التشطيب بتاعتي. اول حاجه ببداها هي تاسيس السباكه والكهرباء. تمام، ده اول حاجه. بعد كده بدخل على بند المحاره. تمام، خلصت بند المحاره بدخل على بند الجبسون بورد. اوكي، لو عندي اي ديكورات خاصه بالجبسون بورد ببدا اشتغل فيه. خلصت بند الجبسون بورد بنظف الارضيه كويس جدا من تمام. بقايا الجبس اللي بتقع على الارض، لان دي بتبقى غلط لو تحت السيراميك. اوكي تمام، وبدخل على بند السيراميك ببدا اشتغل. اوكي، مخلص بند السيراميك ادخل على بند النقاش. في بقى عندنا نقطه هنا، ان في ناس بيبداوا بند النقاش قبل بند السيراميك، صح؟ ودي للاسف بتقابلنا مشكله بعد كده، ان الرطوبه بتاعت السيراميك بتطلع على الحيطان تعمل لنا مشاكل، بتقشرها. يعني احنا بنتكلم على خطوات لازم تمشي بالترتيب ده. بالزبط. طب معلش نقولها تاني بقى عشان الناس فعلا يبقى معاها الورقه والقلم. احنا بنقول طيب. اول حاجه سباكه وكهرباء. تاسيس السباكه والكهرباء. تاسيس سباكه وكهرباء. جميل. تاني خطوه؟ تاني خطوه بدخلها ان انا بعمل بند المحاره بتاعتي. المحاره. تمام. أوكي. تمام. بخلص بند المحاره بدخل على بند الجبسون بورد. تمام. عندي اي ديكورات في لو الصحيح. عايز اعمل جبسون بورد اعمله بالظبط بعد المحاره على طول. مش عايز بروح داخل على بند السيراميك مباشره. تمام. اوكي. نعيد برضو ان في ناس يقول لك اسس نقاشه الاول وبعد كده ادخل على بند السيراميك. وده يمكن الناس بتخاف ان السيراميك يتبهدل لما يجي في الحالتين دهان. في الحالتين انا لازم احمي السيراميك بتاعي. اوكي، بحميه ازاي؟ ان انا بفرش كرتون في كل الاماكن بتاعتي، وبعد كده بحط طبقه مشمع، وبنبه على العمال ان انا الـ 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 اي حته تتكشف من السيراميك يغطوها على طول، وانا كل يوم موجود في المكان. تمام. بس فانا لازم كده كده في الحالتين انا هحمي السيراميك بتاعي. اوكي، فيعني لازم السيراميك يبقى قبل النقاش. لازم يفضل يعني يبقى النقاش عشان الرطوبه اللي تبقى قبل ما تبوظ بعد كده. بتروح طالعه لي على الحيطان تعملي لي مشاكل في الدهانات اللي انا عملتها. طب يبقى الخطوه الرابعه السيراميك، الخامسه النقاشه. بالظبط. اوكي، انا خلصت السيراميك وبدات في النقاشه. اوكي، بجيب شركه الابواب او النجار وشركه الشبابيك، سواء بقى هركب بي في سي او الومنيوم. اوكي، ويجوا يرفعوا المقاسات بتاعتي، بتاعه الشبابيك وبتاعه الابواب. يمشوا هم بقى يدخلوا في فتره التصنيع بتاعتي وانا اقعد مع النقاش. النقاش يجي يشتغل معايا بقى في مراحل كتير جدا. مرحله التاسيس بقى. اوكي. عقبال ما النجار يخلص الشغل. تمام. النقاش بيقف قبل ما يدي الالوان بتاعتي، ما يديش الوان. خلاص، اللي هي اللي بنقول عليها وش اخير. بالظبط. اوكي، اللي هي الالوان بتاعتي. اوكي، يدخل بعد كده النجار بتاع الشبابيك يركب كل حاجه. تمام. كل حاجته ببانه. تمام، والشبابيك بتاعته سواء بي في سي او الالومنيوم. وبعد كده اجيب النقاش تاني يقفل حوالين الشبابيك ويقفل حوالين البيبان الابواب اللي عملها. بالظبط. يقفل حوالين، يعني يحط اكياس مثلا يحميها من التراب ومن الالوان اللي ممكن. بالظبط. بالظبط كده. اوكي، ودي تبقى مسؤوليه النقاش. اوكي، بعد كده بجيب السباك يركب حاجتي، خلاص اللي هي حاجه الصحي، واقفل بيبان الحمامات محدش يدخلها تاني. هو الصحي ده مش المفروض كان اوريدي في خطوه السيراميك؟ لا، انا باسس السباكه الاول. اوكي، وبخلص السيراميك بتاعي. الصحي اللي هو القعده ده مش مهم مانيو. يتحط في الاول. لا لا لا. ده بيركب بعد ايه؟ بعد ما انا بركب البيبان بتاعتي. اوكي. بس وبغلفها كويس جدا وبقفل البيبان. بعد كده بقى بقعد مع النقاش فتره كويسه، بركب اضاءتي كلها، لان الاضاءه بتبين لي مشاكل النقاش اصلا. ايه اكتر حاجه هتبان في الاخر؟ هي النقاش. النقاش. صحيح. تمام. في ناس كتير قوي يشتغلوا من غير ما يحطوا السبوتات ويشتغلوا ويحطوا اللومات بتاعتهم في الاخر خالص، فييجوا يحطوا النجفه بتاعتهم في الاخر يلاقي السقف بتاعهم مطبل. في تعريجات كده. طب الحاجات دي ظهرت امتى؟ انت لازم تعرف النقاش ان هو لازم يشتغل على حاجه اسمها اللمبه.
ان هو يمسك لمبه كده ويمشي على الحيطان ويكشف اي عيوب في الدهانات. اوكي. دي مرحله مهمه جدا جدا وناس كتير قوي بينسوها.